هالك يعني انا يعني مهما كان العراقيل وكل شيء، ولكن ساعات ننسى روحي من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاني دخلت في اندمجتي اندمجت ما مع فنانين واندمجت بون ما عزلتيش نفسك. اون فات بروميييرمون عائلتي هما اللي كانوا الساس باش نندمج في هذا، بالرغم العراقيل والظروف الصعبة، ولكن الحياة الفنية حتنسيك نوعا ما في الوسط الفني برك الاندماج قدرتي عليه، ولا حتى قبل ما تبداي الفن كنتي مندمجة ولا لقيتي صعوبات؟ لا الحمد لله، يعني قبل ما ندخل الفن كنت نقرا في مدرسة خاصة بالمكفوفين، وكذلك راني كنت نقرا مليح، كنت تلميذة مجتهدة ما شاء الله. وكنت كذلك ندير حفلات، نحيي حفلات، وكنت نترأس مجموعة صوتية في الأغاني في الأناشيد الوطنية ولا الدينية ولا أي أناشيد، يعني فيها عراقيل. ما دامك من ذوي الاحتياجات الخاصة راح تلقى عراقيل. ما في الوسط الفني حاليا راني نصيب عراقيل. كاين عراقيلة؟ كاين. مشكل تاع عدم تكافؤ الفرص؟ كاين كاين، لأنك ما تشوفش، كاين حاجات بزاف ما تقدرش ديرهم. ديجا برامج بزاف شاركت فيهم وما نجحتش فيهم لهذا السبب، حاجات بزاف درتهم وما برامج شاركتي وما نجحتيش بسبب انا نشوف من اجل هذا السبب، باسكو عندي اون تري بال فوا، يعني ماشي زعما شكر ولا، ولكن هذا الشيء انا ثايقه فيه ومتيقنه منه. يعني علاش من ننجحش في البرامج اللي نشارك فيها، كيما ذا فويس، كيما ستار اكاديمي، عرب ايدل، كيما العديد من البرامج بزاف اللي ما نجحت فيهم. تعجبهم لافوا تاعي ويقول لك الله اكبر، وكاين اللي يوقفوا وكاين اللي كيسمعوا لافوا تاعي، ولكن تلحق للاخر ما يعيطوليش. وش هو السبب في نظرك؟ يعني انا الفنان يبين نفسه بقدراته ومهاراته الصوتية. صح، انا نشوف هذا هو السبب والله اعلم، باسكو كثير من المرات نشارك في دي كاستينغ ونعجبهم، يعني ماشي زعما اللي يقول لك زعما كيما نقولوا انسان يدخل يدير ان كاستينغ ويخرج. بصح انا كي ندخل ندير الكاستينغ تاعي الحمد لله يا ربي نخلي نرسم حضور، تسجلي حضور، نسجل حضوري بالنسبة لهم، ولكن كي تلحق الآخر وكي يتشاوروا نشوف بلي هذا هو السبب اللي ما خلانيش ننجح. ولكن الحمد لله مانيش راح نحبس. الحمد لله، لا ما شاء الله عليك، نالي من يضرب بها المثل. في صبرها، ابتسامتها ما شاء الله اللي ما تفارقهاش كامل، خفة روحها أيضا.